منك لله يا مصطفى يا امين، منكم لله. خربتوا البلاء، والله خربوا البلاء. والله لو كان ربنا امحيل الامه ما كان حد سمع كلام ربنا. ده ما هو ربنا بيقول ما فيش حد بيسمع كلامه، ما هو ربنا بيقول اقيموا الصلاه ما فيش حد بيصلي، ربنا بيقول صلاه الرحم ما فيش حد بيوصي. ورجع نعمل جماعه فرنسيوم 21 نمارس، اللي جايب منديل واللي جايب ازاز كولونيا واللي جايب حته اشار وراح يخبط. كل سنه وانت طيب يا اما، اما كنت فين امبارح يا ابني؟ كل سنه فين يا حبيبي؟ لا ده سيدنا مصطفى امين قال لنا بروح لامكم النهارده. مدد مدد يا خميني يا بتاع مصطفى امين. ما مصطفى امين طلع بقى بيصرح اهو، حبيب خميني تاني راحه. هو قال لنا خلاص نسمع، لان بينزل عليه الوحل. ده كلام، ده كلام. وبعدين يبقى راجل غلبان يمكن ما عندوش يشتري منديل ب60 ساب، يجي ابنه مخلف 5 6 عيال. شوف بقى لما كل عيل ياخد له نص جنيه من الست، 3 جنيه في يوم واحد، حاجه غريبه. وبعدين ده كمان الحاجه الجديده ان الابلوات في المدارس مكلفين الاولاد، كل عيل يجيب لي الابلوات بتاعته عيد ام، يقولوا ما احنا بنربيكوا زي الامهات. الواد بيقول لي النهارده قلت له ربنا يخرب بيته مصطفى امين يا ابني، ده يبهدلنا معانا. يوم كل ما واحد يقول لنا كلمه في بره، واحد خواجه، نقوم نجيب كلامه ونسيب كلام الله ورسوله. ويطلع مصطفى امين يقول لك عايزين نعمل يوم في السنه اسمه عيد الحب. يا سيدي يا راجل بتسحب انت من صغير، انت من صغير عيد حب يحبك برص. حب ايه اللي انت قايل عليه؟ انت عارف قبل معنى حب ايه لما تتكلم عليه؟ ده كل بيت. طيب وايه كمان؟ عيد النظافه. قال الناس كلها تنزل لمده اسبوع تكنس الشوارع. افكار رومانسيه، راجل رومانسي، راجل رئيس مؤقت مقدم 30 حلقه في سنه اولى حب وما خلصش. شوف 30 حلقه في سنه اولى حب، امال لما يطلع سنه ثانيه يعمل ايه؟ وهيدي الناس اللي بتودي البلد، دي الناس اللي بتودي البلد، الناس اللي بتعلم البلد. تعلمهم ايه؟ انا عايزك توحد الله، قل لا اله الا الله.